السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلبة وطالبات الصف الأول الثانوي، نجدد معكم الموعد بدراسة نصوص الفصل الدراسي الثاني، ونبدأ مع النص الأول: البيت وطن، وهو نص للشاعر الكبير ابن الرومي. ومن عنوان النص يتضح لنا أن هذا الشاعر كان له بيت، وهذا البيت حاول أحد الناس اغتصابه وأخذه منه، فلما وجد ذلك الظلم من هذا الرجل أراد أن يذهب إلى الوالي ليطلب منه أن يأتي له بحقه، فقال ذلك النص. وللتعرف على الشاعر، فهو أبو الحسن علي بن العباس بن جريح الرومي، ولد في بغداد سنة 221 هجريا، وعاش بها طوال حياته، ينتمي إلى الروم من ناحية أبيه، وإلى الفرس من ناحية أمه، ثقافته عربية إسلامية، فضلا عن الثقافات الأخرى، شاعر مطبوع، عرف بالتشاؤم والقلق النفسي والشك في الناس، توفي عام 283 هجريا، وقيل أنه مات مسموما. ونمهد لهذا النص فنقول أن كل إنسان يحب المكان الذي ولد فيه وعاش على أرضه، يحن إليه كلما بعد، يدافع عنه إذا أغار عليه عاد ولو كلفه ذلك حياته، وإذا اغتصب منه شعر بالمرارة، فما بالك بالوطن الصغير وهو المنزل الذي يحتمي به الإنسان ويشعر فيه بالدفء مع أولاده. وهذا ما أثار الشاعر ابن الرومي عندما حاول جار له أن يجبره على بيع منزله، فلم يفلح، فاغتصب بعض جدرانه وأتلفها، مما اضطر ابن الرومي إلى الشكوى إلى والي بغداد. وفي هذه الأبيات يوضح ابن الرومي مدى حنينه وحبه لهذا الوطن الصغير. وطن النص: ولي وطن آليت ألا أبيعه، وألا أرى غيري له الدهر مالكا، عهدت به شرخ الشباب ونعمة كنعمة قوم أصبحوا في ظلالك، فقد ألفته النفس حتى كأنه لها جسد، إن بان غودرت هالكا، وحبب أوطان الرجال إليهم مآرب قضاها الشباب هنالك، إذا ذكروا أوطانهم ذكرتهم عهود الصبا فيها فحنوا لذلك، وقد ضامني فيه لئيم وعزني، وها أنا منه معصم بحبالك، وأحدث أحداثا أضرت بمنزلي، يريغ إلى بيعيه منه المسالك، وراغمني فيما أتى من ظلامتي، وقال ليجهد في جهد احتيالك، من القوم لا يرعون حقا لشاعر، ولا تقتضي أفعالهم بفعالك، فجل عن المظلوم كل ظلامة، وقد كنفوس الكاشحين المهالك. والآن بعدما استمعنا إلى نص الأبيات، نرى أمامنا فكر النص. فالأبيات من 1 لـ3 فكرتها أن ابن الرومي لن يتنازل عن بيته، ويقول في الأبيات من 4 لـ5 أن عهود الشباب والصبا تجعل الإنسان محبا لوطنه، وفي الأبيات من 6 لـ8 الجار ظالم، جار ابن الرومي، ومعتاد على مملكته الصغيرة اللي هي بيته. والأبيات من 9 لـ10 يجب أن يكون للشعراء مكانة وأن يزال عنهم الظلم في أي مكان.
الفكرة الأولى: ابن الرومي لن يتنازل عن بيته. نقرأ 3 أبيات تاني: ولي وطن آليت ألا أبيع، وألا أرى غيري له الدهر مالك. عهدت به شرف الشباب ونعمته، كنعمة قوم أصبحوا في ظلالك، فقد ألفته النفس حتى كأنه لها جزة إن بان غدرتها لك. هذه هي الفكرة الأولى في ال3 أبيات الأولى. نرى الكلمات ومرادفاتها: وطن معناها المراد بها بيت ابن الرومي، آليت معناها أقسمت، الدهر الزمن، والجمع دهور وأدهر، عهدت عرفت وقضيت، عهدت عرفت وقضيت، شرخ الشباب أوله، شرخ الشباب أوله، نعمة الرفاهية، نعمة الرفاهية، وطيب العيش الرفاهية، وطيب العيش والجمع نعم وأنعم، ظلالك الرعاية والحماية، والمفرد ظل، أليفته أنست به وأحبته، النفس الروح والجمع نفوس وأنفس، بان بعد وانفصل، غودرت تركت، هالك ميتا والجمع هلك. شوف بقى شرح هذه الأبيات. يقسم ابن الرومي أنه لن يبيع وطنه اللي هو بيته، ولن يملكه أحدا مدى الزمن، ولقد قضى أيام شبابه وصباه الأولى وعاش في ظلاله كما ينعم الإنسان في ظلال الوالي. لقد أحبت نفسي هذا الوطن الصغير، فصار الجسد الذي يحتوي هذه النفس، فإن بعدت عنه هلكت، فإن بعدت عنه هلكت، فكذلك هو إن غادر هذا البيت هلك. يبقى هنا بيوضح لنا أهمية البيت ليه، وطبعا هو أي بيت لأي إنسان يعتبر الوطن الصغير ليه، الذي لا يعيش سعيدا إلا بداخله. مواطن الجمال زي ما اتفقنا قبل كده، مواطن الجمال بنتناول فيها 3 جزئيات: الأساليب، وبعد كده المحسنات البديعية، وبعد كده الألوان البيانية. أسلوب الأبيات، لازم نعرف أسلوب الأبيات خبري ولا إنشائي. هلاقي الأسلوب هنا خبري، غرضه تقرير فكرة حب الشاعر لبيته والتوكيد على هذا الحب. ومن هذه الأساليب الخبرية ما يلي: ولي وطن، ده طبعا أسلوب قصر بالتقديم والتأخير، المفروض وطن لي. عهدت به شرخ الشباب، المفروض عهدت شرخ الشباب به. حتى كأنه لها جسد، المفروض حتى كأنه جسد لها، أسلوب قصر برضه بالتقديم والتأخير. فقد ألفته أسلوب مؤكد بقد لإزالة الشك. غودرت الفعل مبني المجهول، وطالما في مبني المجهول يبقى في إيجاز بحذف الفاعل ويوحي بعدم الاهتمام. لو بصينا على الفكرة اللي بعد كده اللي هي نفس مواطن الجمال، قلنا أساليب، بعد الأساليب قلنا محسنات، طبعا الفقرة دي ما فيهاش محسنات خالص. أما الألوان البنية اللي هنا، الألوان البيانية، آليت ألا أبيعه، كناية عن تمسك الشاعر بوطنه. وأول ما أقول كناية، زي ما هناخد في درس الكناية كدرس من دروس البلاغة، لازم أقول سر جمال الكناية وهو محفوظ: الإتيان بالمعنى مصحوبا بالدليل عليه في إيجاز وتكسير. موطن الجمال الآخر: وألا أرى غيري له دهر مالكة، كناية عن تعلق الشاعر بوطنه. وطبعا سر جمال الكناية: الإتيان بالمعنى مصحوبا بالدليل عليه في إيجاز وتكسير. يبقى هنا الألوان البيانية اللي هنا كنايات زي ما احنا شايفين. عهدت به شرخ الشباب ونعمة، عهدت به شرخ الشباب، ده طبعا كناية عن السرور بفترة الشباب في بيته. وسر جمال الكناية: الإتيان بالمعنى مصحوبا بالدليل عليه في إيجاز وتقسيم. نعمة كنعمة قوم، طبعا هنا في كاف تشبيه، وطالما في كاف تشبيه زي ما احنا شايفين هنا اهو كاف التشبيه اهي كنعمة، يبقى ده هنقول عليه ايه؟ تشبيه. شبه الشاعر نعيمه في ظلال وطنه بنعيم جماعة من الناس في ظلال الوالي
وسر جماله التوضيح برسم صورة للمعنى. وزي ما احنا شايفين هنا لازم وهو بيكلم الوالي او رايح للوالي يوضح له ان هو الوالي ده ليه قيمة وليه منزلة علشان يجيب له حقه اللي ضاع بسبب اعتداء جاره عليه. طبعا فقد ألفته النفس حتى كأنه لها جسد، شبه البيت بأن هو جسد ماشي. فقد شبه الشاعر وجوده في هذا الوطن بالمنزل، الوطن منزل، وارتباطه به بوجود النفس في الجسد، وسر جمال توضيح الفكرة برسم صورة له. لو قلنا ليه كانت كلمة ظلال جمع، جت للكسرة والتعظيم. ليه استخدم كلمة الدهر؟ لأنها أفادت على استمرار نفي بيع البيت مدى الحياة، هو مش هيفرط فيه أبدا، عشان كده قال الدهر، والدهر اللي هو ما الزمن وما تبقى منه. جاءت كلمة مالكة النكرة بتدل على العموم والشمول. الفكرة التانية، عهود الشباب والصبا تجعل الإنسان محبا لوطنه، وحبب أوطان الرجال إليهم مآرب قضاها الشباب هنالك. إذا ذكروا أوطانهم ذكرتهم عهود الصبا فيها فحنوا لذلك. دول البيتين اللي بعد كده، شوف معاني كلمات عندي هنا. حبب معناها ودد، وعكسها كره ونفر. مآرب مطالب، والمفرد مأرب. عهود أزمان، والمفرد عهد. الصبا الصغر، ومضادها الشيخوخة أو الكبر. حنوا اشتاقوا، والمضاد قسوا. دي معاني الكلمات بتاعت الفكرة التانية. الشرح، إن ما يحبب الأوطان إلى الإنسان ما يقضيه من حاجات ومطالب في تلك الأوطان، وهؤلاء إذا ذكروا أوطانهم ذكرتهم الأوطان بأيام الشباب وأيام الصبا الجميلة التي لا يمكن نسيانها. ذكريات كل إنسان في بيته احنا عارفينها بتجعل دائما الحنين لهذا البيت مما تجعله لا يستطيع أن يفرط في بيته أبدا. الأساليب زي ما احنا عرفنا أساليب، وبعد كده محسنات، وبعد كده ألوان بيانية، دي مكونات أي نص ندرسه كناحية جمالية. أسلوب البيتين خبري زي الثلاث أبيات اللي قبل كده، غرضه تقرير فكرة حب الإنسان لوطنه لأنه موطن ذكرياته والتوكيد على هذا الحب. ومن الأساليب الخبرية دي، وحبب أوطان الرجال إليهم مآرب. تأخير مآرب لأنها هنا إعرابها فاعل، اتأخرت على المفعول به، يبقى أسلوب قصر التقديم والتأخير للتوكيد والتخصيص والحصر والقصر. الألوان البيانية اللي عندي اللي هي طبعا الاستعارات والتشبيهات والكنايات والمجاز المرسل. حبب أوطان الرجال مآرب، استعارة مكنية شبه المآرب بأشخاص تحبب، وسر جمالها التشخيص. ذكرتهم عهود الصبا، استعارة مكنية حيث شبه الأوطان بأشخاص يذكرون الناس بعهود الصبا، سر جمالها التشخيص. هي علاقة فحنوا لذلك بالكلام اللي قبلها نتيجة لما قبلها، وهنا الفاء هنا بتفيد السرعة، لأن الفاء بتفيد الترتيب والتعقيب، فهنا الفاء بتفيد السرعة. إيه ليه جمع الشعر أوطان والرجال ومآرب؟ للكسرة والتعظيم. اللي بيدل عليه استخدام اللفظ هنالك إشارة للبعيد، للمكان البعيد، يدل على طول العهد وعمق العلاقة بالوطن. ماذا أفاد استخدام إذا؟ أفاد توكيد. إذا أفاد توكيد. ليه أخر الشعر كلمة مآرب وليه جمع؟ أخرها للتشويق، التأخير للتشويق، أما الجمع للتعظيم، وأحيانا نقول للتعظيم والكسر. الفكرة الثالثة، الجار ظالم ومعتد على مملكتي الصغيرة، وقد ضامني فيه لئيم وعزني، وها أنا منه معصم بحبالك، وأحدث أحداثا أضرت بمنزلي، يريغ إلى بيعيه منه المسالك، وراغمني فيما أتى من ظلامتي، وقال ليجهد في جهد احتيالك. دي الفكرة اللي بعد كده، معاني الكلمات هنشوفها قصادنا. ضامني، الكلمات الصعبة اللي بتيجي في النص دايما في معاني الكلمات، ضامني معناها ظلمني، جاية من الضيم، معناها ظلمني، ضامني معناها
ظلمني ومضدها أنصفني. طيب الكلمة اللي بعد كده، لئيم معناها دنيء الأصل، اللئيم هو دنيء الأصل وشحيح النفس، هو المضاد كريم، وجمع لئيم لئام، جمع لئيم لئام. عزني قهرني وغلبني، والمضاد نصرني وقواني. معصم معتصم ومحتمن، والمضاد مهدد. حبالك المراد سلطانك وقدرتك. أحدث ابتدع وأوجد. أضرت أصابت بالضرر. يريغ الكلمات الصعبة، يريغ يحيد عن الحق، جام المراوغة. المراد يريد إجباري على بيع منزلي. المسالك المفرد مسلك، وهي الطرق والسبل. راغمني راغمني أكرهني. الظلامة الظلامة ما يطلبه المظلوم أو مظلمتي. اجحد ابذل طاقتك. جهد الوسع والطاقة. احتيالك طلب الأمر بالحيلة. بص على الشرح بقى، يقول الشاعر إن هذا الجار قد أضر بمنزلي، وقد نويت أن أحتمي بك أيها الوالي، لأنه قد سلك كل الطرق والوسائل حتى أبيع المنزل وأرحل عنه، وأكرهني على كل ما فعله، وعاداني وقال لي أبذل ما تريده، فأنا لن أفعل إلا ما أريد. طبعا الجار ده بيأذيه أذى شديد قوي، وطبعا احنا عارفين ان الرسول صلى الله عليه وسلم وصى بالجار، فالراجل ده بيعمل أشياء ليست في الدين أو في أي أديان. طبعا جماليات، نسبة جماليات، برضو أساليب ومحسنات بدعية وألوان بيانية. الأساليب الإنشائية، اجهد في جهد احتيالك، ده أمر، والإنشائي دايما هفكر بيه، هو 5 حاجات: أمر نهي استفهام تمني نداء، أمر نهي استفهام تمني نداء. أسلوب إنشائي نوعه أمر، غرضه التهديد والوعيد. التهديد والوعيد، ومهم جدا أعرف الغرض، غرضه التهديد والوعيد. الأساليب الخبرية، باقي أبيات الفكرة أسلوبها خبري، والأسلوب الخبري غرضه تقرير الفكرة. تقرير الفكرة، إيه الفكرة هنا؟ ظلم هذا الجار وتوكيد أنه لا ملجأ إلا له إلا الوالي. ومن هذه الأساليب الخبرية، منها بقى حلقي قصر، حلقي توكيد، وهكذا. قد ضامني أسلوب مؤكد بإيه؟ بقد. قد ضامني أسلوب مؤكد بقد. طيب ضامني فيه لئيم، المفروض ضامني لئيم فيه، أسلوب قصر بالتقديم والتأخير. أنا منه معصم، المفروض أنا معصم منه، أسلوب قصر بالتقديم والتأخير. قال لي أجهد، المفروض قال أجهد لي، قصر بالتقديم والتأخير. أجهد فيا جهد، المفروض أجهد جهد فيا، أسلوب قصر بالتقديم والتأخير. وأي أسلوب قصر عرضه التوكيد التخصيص والحصر والقصر. المحسنات البديعية، ظهرت معانا المحسنات البديعية هنا اهي، والمحسن البديعي منها طباق، أهم حاجة مراعاة النظير والمقابلة وهكذا. معصم وبحبالك، دي بينهم مراعاة نظير. يعني ايه مراعاة نظير؟ يعني كلمتين او اكتر في بينهم مناسبة معينة، فالحبال هنا بيناسبها الاحتمال، الاحتماء، يعني بيتعصم بالحبل، لان الحبل ممكن يهربه او يحميه من اي حد هيذيه. مراعاة نظير تحرك الذهن، هتجذب الانتباه. الالوان البيانية اللي هي الاستعارة والكناية والتشبيه والمجاز المرسل، زي ما قلنا: ها أنا معصم بحبالك، كناية عن طلب الحماية من الوالي، وسر جمال الكناية الإتيان بالمعنى مصحوبا بالدليل عليه في إيجاز وتقسيم. يريغ إلى بيعيه منه المسالك، يريغ إلى بيعيه منه المسالك، كناية عن تحايل الجار، وسر جمالها الإتيان بالمعنى مصحوبا بالدليل عليه في إيجاز وتقسيم. وراغمني في ما أتى من ظلامتي، كناية عن سوء معاملة الجار له، سر جمالها الإتيان بالمعنى مصحوبا بالدليل عليه في إيجاز وتقسيم. وقال لي أجهد،
فيه جهد احتيالك، كناية عن الاستخفاف بابن الرومي، وصير جمالك كناية الإتيان بالمعنى مصحوبا بالدليل عليه في إيجاز وتكسين. لماذا جاءت كلمة المسالك جمع؟ للدلالة على كثرة الحيل التي يقوم بها هذا الجار وتعددها. احنا هنا بنشوف كل حاجة خاصة بالجماليات، ومعانا الفكرة الأخيرة: يجب أن يكون للشعراء مكانة وأن يزال عنهم الظلم. من القوم لا يرعون حقا لشاعر، ولا تقتدي أفعالهم بفعالك، فجلي عن المظلوم كل ظلامة، وقدك نفوس الكاشحين المهالك. عندي اللغويات كالعادة، وبنشوف برضو اللغات الصعبة واللغات التي نستطيع أن نستشف معناها. القوم جماعة الرجال، والمفرد رجل، والجمع الأقوام. يرعون يحفظون، والمضاد يضيعون ويبددون. حق جمع حقوق، والمضاد الباطل. تقتدي يفعلون مثل فعلك، أو لفظ واحد يتأسوا يتأسوا. جلي يعني اكشف، جلي يعني اكشف، وأبعد وأزل. ظلامة مظلمة، ظلامة مظلمة. وقدك، وقدك جاء من الوقاية، حمتك وحفظتك وصانتك. والمضاد أضرتك. الكاشحين، الكاشحين الأعداء المبغضين، والمفرد طبعا كاشح. المهالك أسباب الموت والهلاك، والمفرد مهلك. المهالك مفردها مهلك. نبص بعد كده على الشرح. ويوجه ابن الرومي خطابه للوالي قائلا: من الناس أيها الوالي من لا يحفظون حقا لشاعر، لأنهم لم يقتدوا بفعلك، فاكشف عني هذه المظلمة، وابتعد عن هؤلاء الأعداء البغضاء الذين يضرونك ولا ينفعونك. جماليات الأساليب عندي طبعا، وفي الأساليب بنشوف الخبري والإنشائي كالعادة. أساليب خبري وإنشائي، أساليب خبري وإنشائي. الأساليب الإنشائية فكر تاني فيها، 5 حاجات: أمر، نهي، استفهام، تمني، نداء. فجلي يبقى ده أمر، فجلي عن المظلوم أسلوب إنشائي نوع أمر غرضه الالتماس، غرضه الالتماس، غرضه الالتماس. الأساليب الخبرية: باقي أبيات الفكرة خبرية لتقرير فكرة المعاملة الغير لائقة للشعراء من بعض الناس، وتوكيد أن الذي يزيل عنهم هذه المعاملة السيئة هو الوالي الذي لا ينتبه للمبغضين اللي هم الكاشحين. من القوم ده فيه إيجاز بحذف المبتدأ، فالأصل من القوم رجال، المفروض رجال من القوم، تقديم وتأخير. وقد كنفوس الكاشحين المهالكة ده أسلوب خبري، بس إيه؟ لفظه خبري. طيب ومعناه؟ معناه إنشائي، لأن فيه دعاء، يبقى ده بسميه أسلوب خبري لفظا، إنشائي معنى غرض الدعاء. لما ألاقي أسلوب الألفاظ بتاعته ما فيهاش حاجة من الخمسة اللي هي الأمر والنهي والاستفهام والتمني والنداء زي ما احنا شايفين قصادنا كده، بسميه أسلوب خبري. طب لو هو الأسلوب الخبري ده اللي قصادي الغرض منه الدعاء، الغرض منه الدعاء فقط، ففي الوقت ده بسميه أسلوب خبري لفظا، لفظه خبري، معناه إنشائي، إنشائي معنى غرضه الدعاء. وعد علينا قبل كده في الفصل الدراسي الأول أسلوب خبري لفظا وإنشائي معنى. الألوان البيانية، الألوان البيانية: من القوم لا يرعون حقا لشاعر، كناية عن استخفاف بعض الناس بالشعراء، وسر جمالها الإتيان بالمعنى مصحوبا بالدليل عليه في إيجاز وتكسين. لا تقتدي أفعالهم بفعلك، كناية عن حسن أفعال الوالي، وسر جمال الكناية الإتيان بالمعنى مصحوبا بالدليل عليه في إيجاز وتكسين. ملاحظين ان انا دايما بكررها وبكرر سر الجمال عشان يتحفظ، عشان بيتكتب كده في الامتحان. لو جينا بقى نسأل، كلمة حق جت مفرد ليه ونكرة ليه؟ للدلالة على القلة، قلة من يعطون الحقوق للشعراء. جت كلمة شاعر نكرة ليه؟ للتعظيم، قصده على نفس الشاعر. وممكن نقول كمان للتعميم، للدلالة على أي
شاعر آخر. بعد كده تعليق على النص. النص ده من العصور، من العصر العباسي الأول، درسنا في الترم الأولاني العصر الجاهلي والعصر الأموي، في الترتيب الأدبي يجي بعد العصر الأموي والعصر العباسي الأول. غرض النص الشكوى، يعني الغرض يعني الموضوع الشكوى، بيشتكي هنا من جاره للوالي. طب الموسيقى اللي في النص تتمثل في وزن بحر الوسيط البسيط، وزن بحر البسيط. البسيط ده وقافية الكاف المطلقة، وقافية الكاف المطلقة. أسلوب الشعر سهولة الألفاظ، وضوح الفكرة، ترابط المعاني وعمقها، عدم التكلف في المحسنات، عمق الصور مع قلتها، ملامح شخصية ابن الرومي، شاعر مولد، مولد يعني مش من أصل عربي، متمكن من أدوات الفن الشعري، فقير أي ليس صاحب غنى، ضعيف يخشى أي شيء، يميل إلى التشاؤم والانفراد وتأويل الألفاظ إلى معناها السيء. وبكده نكون انتهينا من عرض النص الأول البيت وطن لابن الرومي، وفي اللقاء القادم إن شاء الله مع النص الثاني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.